السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا مشاهدي قناة كويت سبورت في كل مكان، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عالم الصحافة لتسليط الضوء على أبرز ما طالعتنا به الصفحات الرياضية لهذا اليوم من مواضيع متنوعة، فأهلا وسهلا بكم معنا، تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد في الصحافة المحلية. حصد الأخضر 3 نقاط جديدة ضمن دوري فيفا لكرة القدم، وجاءت على حساب أبناء الفروانية الذين كانوا ندا حقيقيا لرجال السيد ناصر الشطي طوال شوطي اللقاء. وفي مباراة أخرى فإن الفوز الصريح كان من نصيب الفرسان الذين تفرقوا على تلاميذ المدرب أنور اليعقوب بكل جدارة واستحقاق، بعدما زاروا شباك الحارس أحمد عبد الحميد في أكثر من مناسبة. نجح العربي في تخطي التضامن بهدف للا شيء في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس على استاد صباح السالم ضمن منافسات المرحلة 25 من دوري فيفا لكرة القدم. بهذه النتيجة احتفظ العربي بالمركز الثالث رافعا رصيده إلى 46 نقطة، والتضامن تجمد عند 34 نقطة بالمركز السابع. أحرز هدف الفوز للعربي حسين المساوي في الدقيقة 10 من الشوط الأول إثر تمريرة طولية من محمد فريح، انفرد على إثرها المساوي بالحارس صالح المهدي وسددها في المرمى. استعاد الجهراء نغمة الفوز في دوري فيفا لكرة القدم على حساب خيطان بعدما تخطاه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على استاد ناصر العصيمي ضمن الجولة 25 من عمر المسابقة. ورفع الجهراء رصيده إلى 35 نقطة ليقترب من منطقة الأمام بالبقاء في الدوري الممتاز ضمن الثمانية الكبار، فيما تجمد رصيد خيطان عند النقطة 21 ليصبح الفريق مهددا بقوة للهبوط إلى مصافي أندية الدرجة الثانية. تستكمل هذا المساء الجولة 25 من عمر دوري فيفا بإقامة جملة من اللقاءات تبقى الأبرز منها تلك المواجهة التي ستجمع العميد مع السفير، حيث يتطلع الأبيض إلى العودة للقائمة من جديد بعدما فقدها لمصلحة النادي الملكي. وبالانتقال إلى كرة السلة، فإن الإدارة في المنصورية متوجهة في الوقت الراهن للتجديد للمدرب الوطني الذي كانت له بصمات واضحة مع الأخضر هذا الموسم. إذا راحت الصدارة في جولة نردها في الجولة اللي وراها، هذا شعار لاعبي الكويت في مواجهتهم المهمة اليوم على ملعبهم مع كاظمة لاسترداد الصدارة التي آلت للقادسية في الجولة الماضية بفارق نقطة، حيث يدخل الأبيض برصيد 51 نقطة في حين لكاظمة 37 نقطة في المركز الخامس. وتقام أيضا اليوم 3 مباريات في ختام الجولة 25 من دوري فيفا، تجمع اليرموك مع النصر على ملعب محمد الحمد، ويلتقي الصليبخات مع الشباب، ويستضيف السلمية الفحيحيل.
اقترب مدرب فريق العربي لكرة السلة خالد القلاف من تجديد عقده لموسم آخر بعد المستوى الكبير الذي ظهر عليه الأخضر في الموسم الراهن، سواء في الدوري الذي احتل فيه المركز الخامس أو في بطولة كأس الاتحاد التي اختتمت أخيرا وبلغ فيها دور الأربعة، وكان قريبا جدا من انتزاع المركز الثالث قبل أن يخسر أمام كاظمة نتيجة قلة خبرة لاعبي. ومن المتوقع أن يجتمع القلاف مع الإدارة خلال اليومين المقبلين لتوقيع العقد بشكل رسمي. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل الصحف العربية. أهلا بكم من جديد. أنهى أهلي جدة الأمور لصالحه خلال المواجهة التي خاضها ضد أحد الفرق الطموحة على مستوى الدوري السعودي لكرة القدم، ليعزز الفريق من وضعه في سلم الترتيب، حيث يحتل في الوقت الراهن المركز الثالث خلف النصر مباشرة. وبالذهاب إلى الدوري المصري، فأن الشياطين الحمر قد سقطوا في فخ التعادل بعدما واجهوا خصما عنيدا للغاية. فاز الأهلي على مضيف الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في ختام مباريات المرحلة 25 قبل الأخيرة من دوري جميل لكرة القدم. وتقدم الأهلي بهدف سجله عمر السومة، ثم تعادل الرائد بهدف سجله إسماعيل بانجورا. وفي الشوط الثاني سجل الأهلي هدفين متتاليين عن طريق سعد عبد الأمير وعمر السومة، وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الرائد عند 32 نقطة في المركز الخامس. خطف فريق الإنتاج الحربي نقطة ثمينة بتعادله مع الأهلي بهدف لكل منهما بأستاد السلام بمدينة النهضة في الجولة 26 للدوري المصري الممتاز. سجل للإنتاج اللاعب أوميد أوكري، بينما أدرك التعادل للأهلي النيجيري جونيور أجاي. وارتفع رصيد الأهلي إلى 68 نقطة محتفظا بقمة الدوري بفارق 8 نقاط عن المقصة صاحب المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد الإنتاج إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر. هذا وقد أهدر لاعبو الأهلي عدة فرص أمام المرمى على مدار الشوطين. طبعا مشاهدينا الكرام، نرحب في صاحب الاتصال الهاتفي الإعلامي السعودي خلف ملفي، أجرينا معه اتصال بخصوص هذا الخبر. مساك الله بالخير أستاذ خلف، وأهلا وسهلا بك في برنامج عالم الصحافة. وهل استحق الأهلي الفوز بالأمس على الرائد 3-1 ضمن دوري جميل لكرة القدم، ومن ترى هو الأقرب لحسم المركز الثاني في نهاية منافسات الدوري السعودي، النصر أم الأهلي أم الاتحاد؟ مساء الخير لكم المشاهدين، الله يحييكم جميعا. الله يحييك. بالتأكيد الأهلي سجل يعني أهداف جميلة، وفي نفس الوقت تفوق فنيا. أيضا يمكن ربما العلامة الفارقة في المباراة كثرة الأخطاء التحكيمية اللي طبعا حسب المحللين القانونيين في أهداف من ضمنها هدف ألغي للأهلي أو لم يسجل الأهلي، وبعض الأخطاء الأخرى. فبالتالي بالمستوى العام بالمجمل العام الأهلي أكيد هو الفريق كان الأحق في الفوز. بالنسبة طبعا لسؤالك الثاني، مباراة الجولة الأخيرة، مباريات الجولة الأخيرة كلها طبعا قوية وحاسمة ومهمة جدا. لو جينا النصر، طبعا النصر النصر والاتحاد والأهلي تساوون في المركز الثاني 52 نقطة لكل فريق. صحيح، 52 لكل فريق. نعم. المباراة الأخيرة أول شيء النصر يواجه الهلال، طبعا مباراة تنافسية ديربي كبير ختام دوري، فيها إثبات وجود للنصر على الأقل يعني يكدر خاطر الهلال في يوم التتويج. الهلال يريد أن طبعا يعني يبقى في القمة بلا منازع، وأيضا يسجل رقم جديد في الدوري إذا فاز 66 نقطة لأول مرة في 66 نقطة.
الاتحاد يواجه الفتح في الأحساء، ونحن نعرف أن الفتح يريد الفوز بأي وسيلة كانت لضمان البقاء بعيدا عن الحسابات في مع المنافسين الآخرين لتفادي الهبوط. نعم. وهذه المباراة بالتأكيد ستكون مثيرة جدا وقوية. الفتح متطور جدا في الثلث الأخير من الدوري، فلذلك أصعب مباراة نعتقد أن فتح الاتحاد. الأهلي مع التعاون، طبعا الأهلي يستضيف التعاون. نعم. لكن التعاون دائما مواقفه قوية مع الأهلي، حتى إلى درجة أنه قبل موسمين حرم من الدوري. نعم. والسنة هذه أيضا له مواقف قوية. التعاون متطور بعد عودة مدربه جوميز، وأيضا في المفارقة العجيبة الآن أنه جوميز درب الأهلي في بداية الموسم وعاد للتعاون في منتصف نهاية الموسم، بالتالي أيضا هذه إثبات وجود المدرب جوميز أكثر من شيء آخر. لذلك أنا أعتقد أنه من الصعب جدا أنك تتوقع أحد هذه الفرق ليظهر بالوصافة. يعني صعب التكهن صحيح لقرب المستويات والمباريات وأيضا النقاط. السيد خلف ملفي الإعلام السعودي، كل الشكر لك. مشاهدي الكرام، نذهب إلى فاصل الصحف العالمية. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في فقره الصحف العالميه. طبعا كالعاده اليوم ضيفنا ضيف مميز، وهو الناقد الرياضي والصحفي في جريده السياسه السيد ناصر الفضلي. وعلي عاشم شافك، واهلا وسهلا بك في عالم الصحافه. عاشت ايامك، مشكور يا ابو حسن على الاستضافه. مشاهدينا الكرام، طبعا ابو علي ومشاهدينا الكرام، نذهب الى هذا الخبر عن البريمير ليج، وبعد ذلك الحديث سيكون شيقا جدا مع ضيفنا. قطار الديكو اللندني لا يتوقف، ورحله الانتصار باتت شعاره، وهو ما جعله يتفوق على جاره بالترتيب للمره الاولى منذ سنوات، فيما حقق البلوز انجازا كبيرا يتمثل بعدد النقاط التي جمعها خارج معقله ستانفورد بريدج. وقبل إسدال الستار على الفقرة الأولى، نجد أن هذا الموسم يعد الأسوأ بمسيرة الفيلسوف الأسباني. فاز توتنهام على أرسنال بهدفين دون رد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب وايت هارت لين. وبعد هذا الانتظار الثمين، سينهيل سبيرز ترتيب المسابقة فوق الغانرز للمرة الأولى منذ 22 عاما، كما أصبح هاري كين مهاجم توتنهام أول لاعب بالتاريخ يسجل في 5 ديربيات شمال لندن على التوالي، وذلك بعد هدفه بمرمى المدفعجية بالدقيقة 85. نجح تشيلسي في تحقيق فوز كاسح على حساب إيفرتون بملعب جادسون بارك بثلاثة أهداف نظيفة. وذكرت صحيفة ميرور أن البلوز بات أكثر من حصد نقاط خارج ملعبه في البريمير ليج بواقع 39 نقطة. وأضافت أن المدافع غاري كاهل صاحب الهدف الثاني أحرز 6 أهداف بالمسابقة، متفوقا بذلك على كل المدافعين. سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمام ميدلسبرا، ليبتعد بشكل رسمي عن المنافسة على لقب البريمير ليج هذا الموسم. وبينت صحيفة غارديان أن مدرب السيتي بيب غوارديولا حقق رقما سلبيا للمرة الأولى بمسيرته التدريبية، حيث سينهي الموسم بلا أي لقب، وهو الأمر الذي لم يحدث معه من قبل، فضلا عن حصوله على أقل عدد من النقاط.
نرحب فيكم مجددا مشاهدينا الكرام. طبعا الناقد الرياضي ناصر الفضلي من جريده سياسه ابو علي. توتنهام لاول مره منذ 22 عاما يصعد فوق الارسنال في ختام جدول تتويج منافسات البريمير ليج الدوري الانجليزي. ما هي وجهه نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه لتوتنهام، توتنهام الموسم الماضي الموسم الحالي مستواه شهد تطور ملموس تحت قياده المدرب الارجنتيني بوكيتينو. طبعا هاري كين المهاجم سجل الهدف السادس في ديربي شمال لندن، تخطى الويلز جارث بيل نجم توتنهام السابق وريال مدريد الحالي بخمس اهداف. وكذلك فاندربارت الالماني باربعه اهداف، شيرينغهام والدولي الانجليزي اندرتون ايضا بثلاثه اهداف. اللافت ان كلينزمان ما كان يسجل في ديربي شمال لندن، يعني مو موجود من السكور اللي اكثر لاعب سجلوا. ومن المفارقه امس تم تكريم كلينزمان كنجم من نجوم السبيرز في مباراه الامس. طبعا بالعوده الى لقاء الامس كان فيه هو الفوز التاسع لتوتنهام على التوالي بعد خساره الانفيلد امام الريدز، وهذا يسجل للجهاز الفني. امس تابعنا مباراه مستحقه فوز لتوتنهام فريق السبيرز. اللي رجح كفه توتنهام طبعا الاداء الجماعي للفريق، لكن كانت المعركه معركه خط الوسط. شاهدنا داير، شاهدنا انياما كلاعبين ارتكاز، شاهدنا سون. انياما كان ايضا سون وديلي علي واريكسون ادى مباراه كبيره جدا افضل من نظيرهم في الارسنال. كين طبعا في المقدمه. اللافت ايضا انس لعب ترامبر الظهير اليمين بدل وولكر، وكذلك صحيح وولكر ما لعبه ديفيدز ظهير شمال بدل روز. واللافت ان وولكر وروز دوليين انجليزيين، فان يدفع في ترامبر و ديفيدز هذا يعطي ثقه حق اللاعبين. انا اشوف ان وولكر كان في دكه البدلاء ودولي انجليزي، ليش ما بدا فيه المدرب؟ منين عارف ان التفاصيل في المباريات اختيار التشكيله والتجانس. يعني الا تعتقد ان هذه التفصيله بالذات الباكات مغيرهم عملوا الفارق نوعا ما؟ ابو حسن ما نقول فارق، احنا نقول ان في تفصيل، يعني في تفاصيل اختيار المدرب ما ياثر على تجانس الفريق. صحيح الانسجام صحيح. يكون موجود، بالعكس زادت الفعاليه اكثر. يعني هذا اللي اقصد يعني ايجابيا افضل. يعني لو مدرب ثاني وولكر دولي انجليزي ما يقعد عدد كتل البدلاء ويغامر بلاعب ترامبر لاعب حديث وبعد ذلك ادى مباراه كبيره. هذا يعني هذا اللاعب الباك اليسار الخال القصير شو اسمه روز أيوه. اتوقع اصابه، لكن وولكر انا شفته هو روز دائما اساسي من عرفنا طبعا سبيز. فانه يلعب بالظهيرين، انا اعتقد انه لو كان اشرك وولكر بدون روز ممكن يكون في كفه وولكر اكثر باعتبار انه دوري انجليزي ونجاعته تكون اكثر، لكن المدرب كان يبحث عن التوازن في اداء الظهيرين في الشقين الهجومي والدفاعي وهذا يسجل المدرب. طبعا التوتنهام كان اضاع فرصتين في الجيم الاول، كان ممكن يفتح التسجيل. تبديل فينجر في اخراج تشاكا اثر على الفريق وادى الى فتح وسط الملعب، والتوتنهام اضاع اكثر من فرصه لولا تالق تشيكا انا كنت قله الاهداف راح تزيد. يعني في كذا ملاحظه يعني او خلينا نقول استنتاج من بعد مباراه امس، انا يعني حطيتها في الحسبان ودي افتح فيها حديث فضل. بين هلالين معاك تفضل. المدرب أرسن فينجر أوزيل وحكايته مع مورينيو أيام في ريال ما كان في ريال مدريد وعندما كان يطالب اللعب برجولة، أمس حسيت كأن مورينيو كان صادقا نوعا ما. أوزيل لم يظهر يعني ولم يكن صراحة رجل. احنا ذكرنا ان في ان مورينيو يحبذ بين قوسين اللعب القوي اكثر القوي نعم. لكن انا اشوف ان اوزيل بالعكس، اوزيل لاعب سلس يجيد هو التمرير سلس لا شك نعم لاعب مهاري يصنع الفارق. ولكن هل امس المشكله امس في ارسنال كانت دخول شامبرلين الاساسي، وشامبرلين الكل يعرف ان اغلب مباريات الموسم ما كان في صح شامبرلين لم يكن كان البديل صحيح. وكذلك تشاكا في الوسط، انا اعتقد ان الانسجام في خط الوسط اثر على اداء اوزيل وفريق القنرز بشكل عام. بعجاله ارسن فينجر كنا مستانسين منه. لا هو واضح انه راح يكمل مع الفريق، بس انا اشوف انا اقترن نتائج ارسنال مع ارسن فينجر بلاعبين دوليين فرنسيين من مواطنين لما كان منتخب فرنسا في القوه يعني في الذروه، يعني كان 98 بطل كاس العالم 2000 كان بطل اليورو، كان فييرا في التشكيله، وولتر في التشكيله، بيريز في التشكيله، هنري في التشكيله. فهذول الربع انا اتوقع ان طوق النجاح لفينجر مع ارسنال هو انتداب لاعبين دوليين فرنسيين لا شك طبعا، خصوصا ان فرنسا حاليا تضم نخبه كبيره من اللاعبين الممتازين. هو يعني ايضا قيل ايضا من الارسنال من انه يبغى لا تطلعون ارسن فينجر كمدرب
يخطط لا أرسن فينجر سورس اوف انكم ومصدر دخل للنادي طبعا يأتي بلاعبين طبعاً صغار تلقى يبيعهم بأضعاف مضاعفة مما يجعل الإدارة وانت بالأخير راضي عن هذا بزنس راضي عن المدرب يعني راضي عليه. نذهب إلى السؤال التالي، ما رأيك بتميز وتألق تشيلسي خارج ملعبه هذا الموسم؟ ليش هو ما جعل تشيلسي طبعا أمس حقق فوز في أقوى محطة مع إيفرتون في ملعب المنافس يعني بثلاثية نظيفة طبعا لكن تشيلسي شوف تشيلسي هو أكثر فريق استفاد من الخصوم اللي أسماءها وسط أو الفرق المؤخرة يعني بالبريمير ليج مع أن إيفرتون هو معتد بنفسه فهذا يعني أن إحنا احترم جميع الفرق ونجح أنه يجمع أكبر رصيد من الفرق اللي يسجل لتشيلسي وسبب تألق تشيلسي أنا أشوف أنه عدم خوضه لأي استحقاق أوروبي سواء دوري أبطال أوروبا أو كأس الاتحاد الأوروبي أدى إلى ثبات التشكيلة. ثبات تشكيلة تشيلسي هي اللي كانت العامل الرئيسي في سلسلة الانتصارات والثبات على المستوى والأداء اللاعبين. الهزة الوحيدة اللي خلطت أوراق أو بعثرت أوراق المدرب الإيطالي كونتي كانت إصابة الظهير الأيسر الإسباني اللي هو ماركوس ألونسو في لعبة مانشستر يونايتد، هذا دفع في موزس في الجهة الشمال وأدى إلى تغيير ثلاث مراكز والفريق خسر لعدم وجود الانسجام في الخط الدفاع. ما كان في تشيلسي إحنا نشوفها بحالتين بو حسن في الغالب، إما في حالة الدفاع القوي المنظومة الدفاعية وفي حالة الهجمة العكسية ينتقل من الدفاع إلى الهجوم، يعني ما يعني في دور لأداء خط الوسط لكن ينتقل بأقل عدد من اللمسات صحيح. ونلاحظ الزيادة العددية في ملعب المنافس وتسجيل أهداف، عامل الصبر كان موجود أمس هو اللي أدى إلى انتصار هذا الثمين. طبعا أسباب فشل غوارديولا، هل فريقه أم عندما جاء للدوري الإنجليزي انكشفت قدراته الحقيقية أم هناك أسباب أخرى؟ يعني مسألة أن نقلل من قيمة الرجل لا مو صحيح، هو مدرب عالمي لا شك فيه، ولكن هل هو فريقه أم هو تفاجأ بمستوى الدوري الإنجليزي خصوصا من الفرق اللي في القاع؟ حس اشوف بالنسبه لغوارديولا انا قبل فتره قريت تقرير ان تم اختياره افضل مدرب في اوروبا يعني حسب صحيفه فرنسيه اتوقع. المدرب ما اعتقد انه بالعكس قدم حقبه تم اختياره افضل مدرب طبعا فهو يعني مع برشلونه قدم حقبه كرويه نادره جدا استثنائيه صراحة. مع البايرن ثلاث نسخ اتى بكره جديده للعبة. مع البايرن ثلاث نسخ بوندسليغا متتاليه. النسخه الماضيه كان غاب قوسين او ادنى من الوصول الى المباراه النهائيه لولا ركله الجزاء اللي ادارها مولر صحيح امام اتلتيكو مدريد وكانت كافيه في تغلب الموازين وبلوغ البايرن اذا لا يتحمل مسؤوليه الخروج من دوري ابطال اوروبا. لا اكيد لا شيء بالموسم الحالي انا واحد من الناس يعني ما احبذ الحكم على المدرب من اول موسم صحيح. انا اعتقد الموسم الاول بالنسبه لغوارديولا بلوغ دوري ابطال اوروبا شيء جيد، زائد انه يشخص ما يحتاجه الفريق للموسم المقبل طوال الموسم هذا، والحال ينطبق على مورينيو. يعني مورينيو في إطار بناء الفريق سلسلة تعادلات الموسم المقبل ممكن يكون تعادلات زائد فوق زائد انتصارات، فهذا يعني ارتفاع تدريجي لأداء الفريقين. الموسم المقبل احنا نحكم على غوارديولا وكذلك مورينيو البرتغالي مدرب مانشستر يونايتد. طبعا ناهيك عن انه البريمير ليج حاليا يحظى بمدربين طبعا اسماء كبيره الكل يعمل يا ابو حسن يعني الكل يعمل، وبالتالي يعني انت قاعد تتكلم يعني مو مدربين مغمورين، فبالتالي لا اسماء كبيره بعدين في تفاوت بالاداء والنتائج لكل الفرق. يعني انا بمعنى ان انا قصدي ان انت قاعد تشوف اليوم كونتي هني مورينيو هني كلوب ليفربول كلوب طبعا انت معرض مثل ما انت تعمل غيرك يعني اسماء صراحه تكسر الصخر صحيح ما هي أسماء سهلة بصراحة طبعًا. فبالتالي الكل مثلاً يحشد للكل طبعًا. عليك فبالتالي طبيعي أنا يعني أشوف وجميع النتائج واردة يعني والنتائج يعني على قولتك يعني كلش ما تتوقع يعني إحنا وأنا أسمع أيضاً من بعض مدربينا بالكويت شبابنا اللي راحوا وخذوا لايسنز ورخص تدريبية هم يقولون في الفيفا يعطونا محاضرات وتكتيكات يعلمونا تكتيكات غوارديولا طبعا غوارديولا غني عن التعريف. انا عندي سبيشال 1 بالنسبه لرايي الشخصي سبيشال 1 غوارديولا. عموما نسولف تالي على سبيشال 1 نشوف هذا الخبر عن الشامبيونز عن الليغا. تلقى الاتلتي دفعه معنويه كبيره قبل صدامه القاري مع جاره الملكي يكمن بعوده نجمه البلجيكي الفذ
بينما كشفت الصحف عن عدة خيارات متوفرة لدى مدرب المرينجي لتعويض بعض الغيابات المؤثرة، وهو ما يميز العملاق الأبيض في هذا الموسم. عاد يانيك كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد للتدريبات يوم أمس بعد تعافيه من الإصابة، وتعرض الدولي البلجيكي لإصابة الأسبوع الماضي أمام فياريال في المباراة التي انتهت بخسارة الراخي بلانكوس بهدف نظيف. وبحسب صحيفة ماركا فإن كاراسكو عاد للتمرينات ليبدو جاهزا لمواجهة ريال مدريد غدا الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. قالت صحيفة أس أن ديربي مدريد سوف يشهد معضلة للمدرب زيدان من ناحية اللاعبين الذي قد يتم الدفع بهم لتعويض غياب المصابين. وأوضحت الصحيفة أن زيزو سوف يكون أمام خيارين في خط الدفاع، وهما ناتشو أو فاران في ظل غياب بيبي للإصابة. وأشارت الصحيفة أن ناتشو قد يشارك بسبب عدم جاهزية فاران الكاملة. أما في خط المقدمة هناك عدة خيارات لزيدان من أجل تعويض غياب جارث بيل، وهم رودريغيز وماروتا وأسينسيو وفاسكيز وحتى إسكو. أهلا بكم جديد أستاذ ناصر. يعني واضح الأسئلة، البلجيكي كاراسكو يعتبر من النجوم ورجع، إمكانية مشاركته أمام المرينجي ريال مدريد، عنده نجوم بالاحتياط، بيبي يعني واضح للحين مصاب، من هو الأنسب؟ فاران أم ناتشو؟ أيضا هل سيواصل ريال مدريد تفوق على الأتلتي أم سيميوني سيكسر هذا السلسلة الهزائم هذه؟ والله بالنسبة للبلجيك الدولي كاراسكو لاعب مؤثر جدا في الشق الهجومي لكتيبة سيميوني مع أتلتيكو مدريد. الديربي الأخير بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد هو كان من أفضل اللاعبين اللي انتهى بالتعادل، كان من أفضل اللاعبين في أتلتيكو مدريد. لا شك عودته راح تكون إضافة كبيرة للمدرب الأرجنتيني. نعم. بالنسبة لمشكلة الأتلتيكو أنا أشوف أنها في غياب الظهير الأيمن خوان فران وكذلك البديل خيمينيز في نفس الجهة، خصوصا أن ريال مدريد يمتلك ظهير شمال مارسيلو مفتاح لعب رئيسي في هجمة ريال مدريد أيضا إلى جانب رونالدو. المشكلة الريال أنا شفت لعبة فالنسيا الأخيرة، الفريق كان زيدان يحاول انه يحسم المباراه مبكر على اساس يريح اللاعبين لين 48 ساعه فقط عن مواجهه اتلتيكو. لعبوا السبت، احد اثنين راحت، الثلاثاء راح يلعبون الذهاب. مواجهه الذهاب نصف نهائي دوري الابطال فيها تفاصيل كثيره. انا اشوف ان الريال كان بدنيا منهك عكس اتلتيكو مدريد اللي حسم مواجهه لاس بالماس خلال اول 18 دقيقه، فبالتالي كان الشوط الثاني في اراحه للاعبين، ليس بسحب اللاعبين او تبديلات بقدر ما كان اداء اللاعبين فيه تخفيف من الضغط عليهم. انا اتصور ان ديغو سيميوني لعب نهائيين دوري ابطال اوروبا، هو حقق الليغا كلاعب مع اتلتيكو مدريد مرتين وحققها كمدرب مره واحده، فهو راح يكون الموسم الأخير لديغو سيميوني الموسم المقبل، هذا الموسم المقبل طبعا هذا آخر موسم له. ممكن ديغو سيميوني، أنا أقول ما أتكلم يعني عن مباراة الذهاب، يعني أتكلم عن ورقة التأهل إلى المباراة النهائية. أنا أشوف أن كفة الأتلتيكو أرجح، سيميوني ممكن يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا، هل يخسر للمرة الثالثة أم يتوج باللقب الثاني مع أتلتيكو مدريد كبطل دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي؟ المواجهة ستكون صعبة مع احتمال كبير بنسبة 70% لليوفي. ليش؟ لأن أنا بيني وبينك بحسب دائما في البطولات والمناسبات الكبرى، كأس عالم، كأس أوروبا، دوري أبطال أوروبا، ننظر إلى الحالة الدفاعية والفريق الأقوى دفاعيا. أنا أشوف أن اليوفي منظومة دفاعية قوية رغم أنه بالرغم من أنه غير محظوظ في دوريات أوروبا. فممكن المواجهة تكون بين اليوفي وأتلتيكو مدريد في المباراة النهائية. طيب أنت هذا الواقع شنو تتمنى؟ أتمنى ولا مدريد؟ أتمنى برشلونة صراحة. يعني لا أتلتيكو ولا ريال، ولكن مع الأسف برشلونة خارج الحسبة. ودع نعم. يلا ما عليه، عموما يعني اليايات مثل ما يقولون إن شاء الله. ناصر فضلي كل الشكر لك، بصراحة أمتعتنا وأثريتنا. مشكور يا أبو حسن، ما قصرت، شكرا على الاستضافة. الله يعطيك العافية أبو علي. مشاهدي الكرام، كان هذا كل شيء، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله.